واليوم المباراة رقم 121 في اللقاءات الزاخرة للفريقين بالنتائج بالأهداف الرائعة بالمواهب المكتشفة في لقاءات الأجوار بالنجوم اللي مرت عبر لقاءات الأجوار منذ الاستقلال. حقيقة دائما لقاء خاص، لقاء عنده روقه، عنده النكهة متاعه وعنده طعم، معناها الفريق اللي ينتصر على الفريق الآخر في لقاء الأجوار يؤثر على الفريق المنهزم. فخر الدين بن يوسف وحسين الربيع مباشرة، علي المشاني، آدم الرجيبي، حسين الراجز، آدم الرجيبي، حسين الراجز، آدم الرجيبي. تمريرات قصيرة باللاعب الترجي الرياضي التونسي في انتظار إيجاد الحلول، وبعد قليل سيف الدين الجزيري لاعب المنتخب الأولمبي، تحل هجومي للمدرب دانيال شانسيز. حسيني كويبالي يعول عليه المدرب عمار السويح بالمقارنة مع الأجانب الموجودين في الرصيد البشري للترجي، إما إيجيوك وبالبوا. آدم الرجيبي، واضح الدقائق الأخيرة للمباراة حاسمة وأي هفوة لا يمكن تداركها من الجانبين. الكرة في محور دفاع الإفريقي والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي، الإمضاء لفخر الدين بن يوسف. قلت مباراة اللي باش يخطئ ينجم يدفع ثمن باهظ، وفخر الدين بن يوسف وجه لوجه مع شباك يسجل الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي في أول دربي بالنسبة ليه للاعب القادم من نادي ميتس الفرنسي، اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي، و على مستوى القائم الثاني سعد بقير، إيهاب المباركي، والكرة مباشرة لفخر الدين بن يوسف، وأحداث الفارق للترجي الرياضي التونسي في الدقائق الأخيرة وقبل دخولنا الدقيقة 80 تقريبا 11 دقيقة الأخيرة للمباراة. وفي الأثناء الدفع بسيف الدين الجزيري من جانب النادي الإفريقي وبسهولة فخر الدين بن يوسف يتمكن. أجوار شفنا فيه برشا فرص، برشا وضعيات هجومية، رغبة في التسجيل، رغبة في الفوز. إدريس المحيرسي والهدف، رائع إدريس المحيرسي، إدريس المحيرسي والهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي من كرة مباغتة وغالت الحارس فاروق بن مصطفى. إذن هدف ثاني للترجي الرياضي التونسي في الدقائق الأخيرة للمباراة. نتابع الترويز والتصويب وباغتة فاروق بن مصطفى من تسديدة مباغتة من خارج مناطق الجزاء، هدفان مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي. وإدريس المحيرسي خذا مكانه منذ قليل في التشكيلة الأساسية لفريق باب سويقة. إعادة من جديد للهدف الثاني، كرة قوية تحت العارضة وباغتة الحارس فاروق بن مصطفى، هدفان مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي، ثواني قبل نهاية الوقت القانوني لهذا اللقاء. إذن هدف أول لفخر الدين بن يوسف، ثم إدريس المحيرسي يتمكن من إضافة الهدف الثاني لما كان الإفريقي من خلال تغييرات